السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي لسويت ديال الكور ديالنا فورماسيون دي روش سيديمونتير. داكور، دونك من بعد ما شفنا لي دو اجون دو ترونسبور اللي هما يعني العوامل النقل، شنو عندي؟ تري بيان، عندي لو وعندي تري بيان لو فون. دونك تعرفنا على لو، دابا غادي نتعرفوا على لو فون، يعني شنو يعني كيفاش هذاك لو فون، كيفاش داك الريح كينقل ليا دوك لي زيليمون ديتريتيك، يعني العناصر الحوتاتيه. المهم هذوك العناصر اللي القصه راها طويله ومرتبطه. دونك نبداو على بركه الله. قالك لو لون دي كوت، يعني على طول السواحل. عقلوا على لي كوت، هما السواحل. لي دون دو سابل، يعني داك الكتبان الرمليه. لي دون هما الكتبان. سون كونستيتيي ديليمون فان، يعني كيتصنفوا ليا على اساس انهم عناصر دقيقه. اكسبوزي او ترونسبور بار لو فون، معرضين للنقل عبر الريح. طوندي كو لي زون ديزيرتيك سون كاركتيريزي بار دو فورت فون كي ترافيرس دو سابل اي دي دون دو سابل. إضافة إلى أن المناطق الصحراوية كيتميزوا ليا باش طبعا برياح قوية كي ترونسبورت سابل اي دي دون دو سابل. حطوا معايا في هذا الارتيكل عندي لو ترونسبور دي برودوي دو ليروزون، يعني نقل العناصر ديال الحت الحوتاتية. دونك عندي هنايا لي فون دومينون، يعني الرياح السائدة. داكوغ، دائما الريح كتكون قويه. فوالا، دونك كطير ليا هاد لي صابل هادو. لاحظوا معايا هنا صابل توربيونا، فوالا، وكتمشي ليا الجهه اخرى. داكوغ، كذلك عندي مثال اخر ديال لا طومبيت. شنو هي لا طومبيت؟ هي العاصفه. دونك العاصفه باش كتميز ليا سو كاركتيريز بار دو فون فيولون، يعني رياح عنيفه. سي طومبوت اسور لو ترونسبور ايوليان، يعني هاد العواصف هادو او هاد العواصر كيامنوا ليا النقل الهوائي، يعني النقل ايوليان، يعني النقل ديال هادوك لي زيليمون. الفقره المواليه، داكوغ، دونك لي زيليمون ترونسبورتي تيموان دي كونديسيون دو لور ترونسبور. ركزوا معايا مزيان في هاد الجمله، فيها واحد المعلومه مهمه. قال لك هادوك العناصر اللي تنقلوا تيموان، هما زعما شهود كيشهدوا ليا على لي كونديسيون، على الظروف اللي تنقلوا فيها. نزيد نشرحها لكم بطريقه اخرى. كتشد واحد الحجره، من ديك الحجره كتبقى تشوف فيها وتشوف الشكل ديالها، كتعرف كيفاش تنقلات ليا، واش عن طريق الهواء ولا عن طريق الماء. هادشي اللي غنشوفو دابا في هاد الباراغراف. اول حاجه بعدا غادي نتعرفوا على الكوارتز اللي ديجا شرحتها لكم، وقلت لكم انا غادي تجي لكم في الكور. راه كاينه يعني في في في, في هذا كاينه في لاسويت ديال الكور، احنا وصلنا لها. دونك قلنا الكوارتز ايتا مينيرال، هو واحد المعدن. بارمي لي كونستيتيون دو سابل، من بين المكونات ديال الرمله. هاد الكوارتز بالتدقيق هو يعني ملي كتمشي، ما عرفتش واش ديجا شرحت لكم ليكم ولا للتلاميذ ديالي. المهم هو ملي كتمشي للبحر كتشوف الرمله، كتشوف واحد الحبيبات ديال الرمل اللي تيبريو مع اشعه الشمس. هادوك الحبيبات كيتسموا الكوارتز. عقلتو؟ داكوغ، صافي. قالك لوبسيرفاسيون، الملاحظه ديال لا فورم ديال الشكل، اي دو لاسبي دو سيرفاس ديال لا سيرفاس، هي السطح دي غران، يعني داك الحبيبات دو كوارتز. بيرمي كيمنحوا ليا اولا كيقدروا دو ديستينغي، كيقدروا اننا نميزوا تخوا تيب دو غران، ثلاثه ديال الاصناف اولا ثلاثه ديال الانواع ديال الحبيبات ديال الرمل. شاك تيب اي لو ريزولتا دان مود دو ترونسبور، كل نوع فهو نتيجه ديال المود دو ترونسبور، يعني النوع ديال النقل. دونك قلنا عندي تخوا تيب ديال لي صابل. عندي صابل فلوفياتيل. صابل فلوفياتيل هو صابل والرمل النهري. عقلوا على الكلمات، الرمل
النهري اللي كيكون في النهر داكور ترانسبور اون ميليو اكواتيك اذا كيكون في النقل في الوسط المائي اكواتيك سور اون كورت ديستانس لمسافه قصيره جدا اذا هذا النوع ديال لو سابل ما كيمشيش ليا المسافه بعيده عقلو وتيكون في المجال المائي بالنسبه للسابل دو بلاج يعني الرمل ديال البحر الرمل البحري ترانسبور طبعا او ميليو اكواتيك في الوسط المائي بوندون لونطون لاحظوا معايا لونغ ديستانس يعني كيتنقل ليا المسافه بعيده سابل ايوليان سابل ايوليان هو الرمل الريحي كيتسمى بالرمل الريحي ايوليان جايه من لاغ ترانسبور طبعا او ميليو ايريان في الوسط الهوائي يعني الرمل الهوائي كيتسمى ولا الريحي سور اون لونغ ديستانس يعني المسافه بعيده اذا سابل دو بلاج وسابل ايوليان كيمشيو ليا في لونغ ديستانس بينما في سابل فلوفياتيل كيمشي ليا في كورت ديستانس بالنسبه للفلوفياتيل وسابل دو بلاج بجوجهم في الميليو اكواتيك وسابل ايوليان في الميليو ايريان عقلوا على هاد على هاد الباراغراف هادي كتحط بزاف داكور كتحطكم طابلو كخصك تعطي لي تيب ديال لو سابل الميليو ديالهم ولا ديستانس واش هي كورت او لا لونغ دونك غادي نشوفوا دابا دي كاركتيرستيك يعني مميزات اخرين ديال هادوك ثلاثه ديال الانواع ديال لي سابل دونك قلنا اول سابل فلوفياتيل يعني هو الرمل النهري يعني كيفاش عامل الشكل ديالو هو غران حبيبات نون اوزي ترانسبارون هي شفافه او كولوري اولا كتكون ملونه اونغولو زون سوبي ان فابل ترانسبور دونك كتعرض لواحد النقل اللي هو ضعيف جدا الرمز ديال هاد سابل فلوفياتيل هو ان او يعني بنو اوزي داكور دوزيام تيب ديال لو سابل هو سابل دو بلاج غران ايموسي يعني هما واحد الحبيبات ديال الرمل اللي هما ناعمين النعومه ايموسي لويزون يعني كيبريو زون دي زاريت استومبي يعني عندهم هذوك لي زاريت هما دوك الحوافي عرفتوا كتشوفوا واحد الحجره اللي كتكون فيها الحاشيات بلاتي دونك لاحظوا معايا قلنا هذوك الحوافي مثلا بحال هاد النوع شو سبحان الله والله ما عولا عليهم يكونوا هادو غادي نخدمهم بهم في الكور ولكن دائما ملي كنمشي للبحر كيعجبني نجمع هادو دونك الحوافي هما هادو لاحظوا هما هاد الحو كنقولوا الحواشي حنايا ياك حواشي ياك يعني الجنابات هادو دونك هان زون دي زاري استامبي بار ان ترانسبور هيدريك بواحد يعني النقل اللي هو مائي دونك الرمز ديالهم هو او ال يعني اوموسي لويزون سابل ايوليان اللي هو الرمل الهوائي او الريحي غران غون مات يعني هما دائريين مات 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 اللي هما معتمين كحلين ماشي شفافين او ماشي كيبريو سون ايرودي ما عندهمش الحوافي داكا بحال مثلا هادي ما عندهم ما عندهاش الحوافي ديالها Voilà, et arrondi, sont érodés et arrondis par un transport éolien. Il y a un ramz qui est RM rond mat. D'accord? Donc, par exemple, ce transparent ou coloré, on a le trouvé ici. لاحظوا هذا الغران فلوفياتيل لو غران فلوفياتيل هو هذا شفاف اذا دوزت يدي كيبان يديا كيبان صبعي شوفوا لاحظوا كيبان وكيكونوا حتى كولوري شوفوا ملونين وانت كدوز يديك لاحظ كيبان ليدي داكور دونك هذا هو النوع الاولاني ياك النوع الثاني غران ايموسي 800 سون دي زاريت استومبي بحال قلنا هذا اللي عنده الحوافي والثالث نوع هو بحال هذا بحال هذا كذلك بحال هذا اللي ما عندهوش الحوافي ومعتم مات داكور فوالا دونك لاحظوا هنايا بغيت غير نوريكم الشكل ديال هادوك لي تخوا تيب ديال لو سابل فوالا دونك غون مات يعني دائريه وكتكون مات يعني غير لامعه ايموسي 800 كيكونوا زعما ما عندهاش حوافي يعني اللي مبرودين مزيان ثوازيام صابل اللي هو داك الصابل فلوفياتيل هو نون اوزي يعني لاحظوا معايا الحوافي ديالو زعما لي زاريت ديالو مدريسين مزيان
داكوغ. دونك مثلا يمكن في التمرين يعطيوكم الشكل ويقول لك اعطي الاسم، او لا العكس يعطيكم الاسم ويقول لك رسموه ليا. داكوغ فوالا. ارتيكل اخر دونك غون مات عاملين على هذا الشكل هذا، ايمو سيلويزونت عاملين على هذا الشكل، اينو يوزي عاملين بهذا الشكل هذا. دونك ندوزو الاخر فقره في الكور، في اخر فقره في هذا الفيديو هذا، ما الكور راه باقي تبارك الله طويل. دونك لاناليز يعني تحليل مورفوسكوبيك. المورفو كيعني ليا المورفو، المورفولوجي، المورفولوجي هو الشكل الخارجي، يعني التحليل ديال الشكل الخارجي. سكوبيك يعني المجهري، رياليزي سوغ ان سابل لافي. دونك نشدو واحد الحبه ديال الرمل تنغسلوها مزيان وتنديروا لها التحليل ديال يعني المظهر الخارجي عن طريق المجهر. اي ليكزامان دو لا فورم اي دو لاسبي، منها كنعرفوا لا فورم ديالها ولاسبي ديالها. عقلوا مزيان على الاسم ديال لاناليز، سميتو المورفوسكوبيك. فوالا كنعرفوا فيه لا فورم اي لاسبي دي غرا. اي بيرمي اوسي لا ريشيرش دو لا ناتور دو لاجون، طبيعه ديال النقل، طبيعه ديال عوامل النقل، يا اما هذيك الرمله واش تنقلت ليا عن طريق الماء او لا عن طريق الريح. او ترافير de l'identification des critères d'usure des grains. Les critères huma les حوايج اللي كيميزوا ليا هذيك الحجره. On répartit les grains en trois grandes catégories. Déjà قلناها ثلاثه ديال الانواع او الاصناف ديال لو صابل. grains non usés الرمز ديالهم NU. transparents هما شفافين او كولوري او ملونين. anguleux ont subi un faible transport. دونك معروفين بواحد النقل اللي هو ضعيف. دوزيام كاتيجوري اللي هي غران ايموسي لويزون، الرمز ديالها ال. زون دي زاريت استومبي، يعني عندهم هذوك دوك الحرافي، داك الحوافي، هذوك الجنابات اللي يعني ماشي حادين بزاف. باغ ان ترونسبور ايدريك، يعني عندهم نقل مائي. غران غون مات يعني اف ام، الرمز ديالهم. سون ديبولي اي اروندي، يعني دائريين. باغ ان ترونسبور ايوليان، يعني نقل ريحي. داكوغ، هاد الفيديو هذا خصو غير حفاظه، فيه بزاف ديال المعلومات. نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.